طيب وهنتكلم بقى فنيا عن نادي الزمالك امبارح وعن لقائه امبارح في القمه رقم 123 قصاد نادي الاهلي. معانا دلوقتي عبر الهاتف كابتن طارق يحيى، طبعا واحد من اكيد نجوم نادي الزمالك السابقين ومدرب السابق لنادي الزمالك. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا يا كابتن طارق هنا في اخبار اون تايم. لا يا شيما، ازيك؟ اكيد منور ستي كل. اكيد منورنا هنا كالعاده، وعايزين نتكلم بقى عن لقاء امبارح، وطبعا في البدايه هارد لك يا كابتن. والله قدر ما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء. طبعا يعني الزمالك راح المباراه متاخر، يعني طبعا في الشوط الثاني؟ طبعا راح متاخر في الشوط الثاني طبعا، ويعني يمكن الزمالك فصل نص ساعة في الشوط الأول، بدأنا يمكن 10 دقايق في الشوط الأول كان الأمور ماشية كويس. نص ساعة الأخيرة الشوط الأول الزمالك فصل فيها بشكل كبير. الأهلي صحيح طبعا استغل الموقف، خلينا نكون واقعيين، استغل الموقف اللي كان فيه الزمالك والحالة اللي كان موجودة فيها، سواء عدم التزام بعض اللعيبة، شروط بعض اللعيبة، سرحان بعض اللعيبة، اخطاء بعض اللعيبه، حاجات كتيره جدا حصلت ال 35 دقيقه من بعد ال 10 دقائق الاولى. الاهلي طبعا جولين في اكثر اقل من 10 دقائق او 7 دقائق، طبعا ثلاث اهداف في اول 25 دقيقه بالظبط. يعني الامور كانت صعبه جدا جدا علينا وعلى لعيبه النادي، لكن المفروض طب نبص بقى للجانب الايجابي يا كابتن طارق، نبص للجانب الايجابي برضه في مباراه امبارح بالنسبه للعيبه نادي الزمالك، يمكن قدروا ان هم برضه يرجعوا للقاء من 5-1 ل 5-3، يعني اي حد في مكانه ممكن يستسلم ويرفع بقى الرايه البيضاء، خلاص انا كده الماتش راح مني، لكن اللعيبه كانت بتاكل النجيله حرفيا، كانت بتعمل كده. لا احنا في احد المواسم الاهلي تقدم علينا الشوط الاول 2-0 يا شيخ، والشوط الثاني الناس كانت متوقعه ان النادي الاهلي يجيب الثالث والرابع والخامس، احنا تعادلنا وكان ممكن احنا نكسب في الاخر، فاهماني؟ بتحصل، لكن لازم ترجع في المباراه، لازم ترجع في المباراه بسرعه. ما ينفعش النتيجه توصل ل4-1 و5-1 واطلب من اللعيبه انها ترجع من رابع المستحيلات الا اذا حصل بقى حاجه يعني غير منطقيه، لكن انا بتكلم في ان النتيجه وصلت ل4-1 و5-1، صعب اللعيبه نفسيا ترجع. كويس انهم رجعوا زي ما انت قلتي، ودي حاجه ايجابيه ما بنقولش لا، لكن من الاول ايه اللي حصل في الاول؟ اللي حصل في الاول كان المفروض هو اللي يبدا، يعني اللي حصل في الاخر كان المفروض الزمالك يبقى كده من اول الماتش. صحيح. اللي هو الاصرار والحماس والروح اللي دبت في الفريق، طب ايه اللي حصل؟ تغييرات كانت الى حد ما موفقه بالنسبه لنادي الزمالك. صحيح. وبالنسبه للنادي الاهلي كانت هي كانت موفقه لكن كانت متاخره. بالظبط، وكانت غير موفقه بالنسبه للنادي الاهلي برضو. هي كانت غير موفقه بالنسبه للنادي الاهلي لكن كانت موفقه بالنسبه لنادي الزمالك، لكن للاسف كانت متاخره. بالظبط، متاخره. وبعدين غير كده كانت النتيجه وسعت، يعني النتيجه وصلت ل5-1، كانت الامور صعبت على اللعيبه، وطبعا صحيح. يعني هم اللعيبه وصلوا نفسهم لهذا الكلام، وعدم قراءه المنافس بشكل جيد، احنا ما قريناش المنافس بشكل جيد طريقه اللعب. طب شفت لقاء القمه امبارح ده كان بقى لقاء ما بين مدربين ولا ما بين لعيبه؟ الاثنين مشتركين، لعيبه وجهاز ولعيبه. ما انا اقول لك الجهاز الفني للزمالك الشوط الثاني رجع، الجهاز الفني للاهلي الشوط الثاني غاب، الجهاز الفني لنادي الزمالك الشوط الاول غاب، والجهاز الفني لنادي الاهلي كان حاضر الشوط الاول. ده اللي حصل، لكن ازاي تستغل. بس حضرتك قلت لي يا كابتن طارق ان ده عدم قرايه كويسه للمنافس، ودي طبعا بتقع على المدير الفني مش على اللعيبه بس، وعدم التزام بعض اللعيبه اذا كان هناك تعليمات. مثلا احنا بنتكلم ثقه زياده يعني؟ لا لا مفيش ثقه، ثقه انت بتلعب الاهلي مفيش حاجه اسمها ثقه زياده. الباكين بتوع النادي الاهلي دول كانوا مفتاح الفوز بالنسبه للنادي الاهلي، دول ما كانش فيه رقابه عليهم، ما كانش فيه نوع من انواع الحذر بالنسبه لعيبه، سابوهم يشتغلوا بشكل جيد. شفنا معلول، شفنا اكرم توفيق، بالاضافه الى ان الاثنين اللي لعبوا قدام سواء قفشه او تاو دول كانوا بيشتغلوا لجوه، كان نادي الزمالك متخيل انهم هيشتغلوا من بره على الاطراف، هم كان في حاله خداع شويه، دخلوا لجوه اكتر، فما كانش فيه قرايه كويسه جيده للعيبه في الملعب، فده حقيقي. حصل دروب، وده اللي فرق مع النادي الاهلي ال 35 دقيقه اللي قلنا عليهم او ال 25 دقيقه اللي قلنا عليهم، ان هو اشتغل بشكل جيد وقدر ان هو يوصل لمرمى الزمالك وجاب. صحيح الاهداف ممكن تكون
يعني اخطاء، يعني مثلا ضربه الجزاء بتاعت ما كانش ليها لازمه بتاعت مسلوسي، الجون الثاني مسلوسي، الهدف الاول صحيح برضه يعني في بخت شويه الكره، لكن الهدف الثالث برضه كان الهدف اللي هو ضربه الجزاء الثانيه برضه فيها نوع من انواع يعني هي اخطاء الحقيقه ارتكبها لعيبه الزمالك. صحيح. وفي نفس الوقت شفنا غضب كبير قوي يا كابتن طارق من جماهير نادي الزمالك امبارح، وابتدوا ان هم يلوموا لعيبه بعينهم زي مثلا مسلوسي وابو جبل، شفت ده ازاي؟ لا انا بص انا لا الوم اللعيب ولا الاثنين، ولا انا الوم الفرقه والوم الناس كلها. صحيح. دول 11 لعيب، ما ينفعش لاعب واحد بس يتلام او اثنين. مفيش حاجه اسمها لعيب يتحمل خطا فرقه، لا اللعيبه كلها الفرقه كلها تتحمل الغلط. احنا لما كنا بنلعب لو كنا بنخسر كنا بنتحمل الغلط كلنا، لما كنا بنكسب كنا بنتحمل الثواب كلنا. فدي مباراه وعدت بثلاثه بونت، الزمالك فريق كبير بيتغلب، مانشستر اتغلب 5 وريال مدريد اتغلب 7، طبعا لسه ما هيش لن تقف على مباراه. صحيح. هي بس والحمد لله ان المباراه في بدايه الدوري، يعني لسه عندك فرصه للتعويض واللحاق بالقصه، لان انت حامل اللقب. صحيح. وللزعل الناس. صحيح. ان احنا النتيجه بقت يعني كبيره شويه، فكان في غضب كان في زعل وده. صحيح. طبيعي ده، لكن مش متعودين. طب خليني اسالك يا كابتن طارق، يعني دلوقتي ولا لعيبه الاهلي ولا جهاز الفني الاهلي ولا جمهور الاهلي كان يتوقع هذه النتيجه أو حقيقي الأهلي. ده يمكن لان النادي الاهلي برضو ظهر بمستوى مش قد كده في مباراه البنك الاهلي. طب ما الزمالك برضو ما كانش قد كده في مباراه طلائع الجيش، يعني الزمالك يعني يمكن كسب امبي وادى اداء جيد، وبعد كده في طلائع الجيش برضو الاداء ما كانش عالي قوي زي الاهلي، يعني الاثنين داخلين حالة واحدة. يعني مش عايز اقول ان الزمالك فارق قوي عن الاهلي ولا الاهلي فارق قوي عن الزمالك، لا الاثنين كانوا زي بعض، هي تركيز من اللعيبة وقراءة المنافس بشكل جيد وروح اللعيبة هي اللي حسمت اللقاء. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، يعني نفس الطريقة الفنية اللي خاض بيها النادي الاهلي امبارح اللقاء هو نفس الطريقة طبعا اللي فاز بيها على الاسماعيلي بعد طبعا اهداف كبير 4-0، شايف لو انت كنت مكان امبارح الفرنسي باتريس كارتيرون كنت هتاخد اللقاء ده ازاي؟ اولا لابد ان يكون هناك توازن ما بين الناحيه الهجوميه والدفاعيه، التزام لازم الزم اللعيب. احنا قلنا قبل المباراه واحنا في الاسلوب التحليلي مكمن خطوره النادي الاهلي الباكين والباك الشمال بالذات. صحيح. مع قفشه ومع شريف، وده اللي حصل، دول اكتر ثلاث لعيبه اثروا في الماتش، يعني بالترتيب كده معلول ثم شريف ثم قفشه. طبعا كان لابد ان يكون هناك مش رقابه، يعني يبقى في نوع من انواع التمركز الجيد لما يبقى الاثنين دول معاهم الكوره سواء شريف او معلول. ما كانش في رقابه خالص على معلول، معلول بقى يفتح ويروح ويجري، بقى عامل يعني معلول عامل سبب في ضربه الجزاء الاولى. صحيح. فهماني؟ يعني معلول هو برضو الثانيه الجون الثاني كان معلول هو السبب فيه. طب فين الراجل بتاع معلول؟ الناحيه الثانيه اكرم كان بيزيد على طول، ما كانش في حد بيرجع معاه، ده اللي مزعل الواحد، ان الامور كانت سهله وبسيطه، شويه تنظيم شويه رقابه كان من الممكن الامور تختلف، لكن طالما انت بتلعب الاهلي زي الاهلي ما بيلعب الزمالك، لو الاهلي حالته وحشه هتلاقي الزمالك تستغل الفرصه لان اللعيبه كبار. طبيعي. الزمالك برضو. صحيح. الزمالك برضو ما كانش في حالته، لعيبه الاهلي كبار فاستغلوا الفرصه، فهي دي قصه. أكيد. يعني انت ما بتلعبش فرقه قليله، بتلعب فرقه كبيره. طبعا. لازم تركيزك يبقى في اعلى درجاته، ولابد ان يكون هناك تمركز جيد وتركيز جيد من اللعيبه. اللي حصل. صحيح. غير كده خالص، عشان كده النتيجه وصلت ل5-1، كنا طبعا يعني مصدومين جدا جدا امبارح بالنتيجه. هارد لك يا كابتن طارق. صعبه. هارد لك. الحمد لله ومبروك للنادي الاهلي طبعا اكيد. الله يخليك كابتن طارق، نورتنا اكيد النهارده في اخبار اون تايم، بشكرك جدا على وجود حضرتك معانا.